السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. موعدنا النهاردة مع درس جديد في مادة الجبر، أول درس عندنا بعنوان الجذر التكعيبي للعدد النسبي. الجذر التكعيبي للعدد النسبي تعريفه هو العدد الذي مكعبه يساوي ألف. يعني إيه العدد اللي مكعبه يساوي ألف؟ يعني العدد اللي هعمله أس 3 فيطلع لي قيمة الألف اللي هي تحت الجذر، تمام؟ بمعنى طبعا بنرمز له بنفس علامة الجذر التربيعي بس بنحط فوقيه 3 كده، تمام؟ ده كده اسمه دليل الجذر. يبقى الجذر التكعيبي هو المنظر ده، علامة الجذر وفوقيها 3، خلاص؟ طيب الجذر التكعيبي مثلا لعدد زي 8 هيساوي ايه؟ هيساوي 2. طب اشمعنى 2؟ لأن الاتنين لو اتضربت في نفسها 3 مرات هتطلع ب8، أو الاتنين لو عملناها أس 3 فهتطلع ب8. يبقى معنى كده إن الجذر التكعيبي للتمانية هو معناه العدد اللي بعمله أس 3 فيطلع لي التمانية. والجذر التكعيبي ما تنساش هو عملية عكسية للأس 3، تمام؟ طب الجذر التكعيبي مثلا للسالب 8 هيطلع بكام؟ هيطلع بسالب 2. ليه؟ عشان السالب 2 أس 3 بيساوي سالب 8. طبعا واضح عندنا إن الجذر التكعيبي ما عندوش مشكلة مع الإشارة السالب، غير الجذر التربيعي. الجذر التكعيبي لأي عدد له نفس إشارة العدد، يعني لو موجب يبقى موجب، لو سالب يطلع سالب، تمام؟ طيب لو حبينا نحسب الجذر التكعيبي لعدد زي مثلا الجذر التكعيبي لل 216، هو العدد كبير شوية وأنا عايز أحسبه من غير استخدام الآلة، ففي طريقة اسمها طريقة التحليل. طريقة التحليل دي إحنا خدناها في سنة رابعة، طريقة تحليل للعوامل الأولية. العوامل الأولية دي اللي هي الاتنين أو التلاتة أو الخمسة أو السبعة أو الحداشر وهكذا، طبعا اللي هي الأعداد الأولية، تمام؟ فانا همسك ال 216 واشوف ال 216 تقبل اسمه على كام من الاعداد الاوليه ديت. تقبل على الاثنين، تمام، فيها 108. تقبل على الاثنين برضو فيها 54. تقبل على الاثنين برضو فيها كام؟ 27. برافو عليك. ال 27 تقبل على الاثنين؟ لا. تقبل على الثلاثه؟ اه تقبل على الثلاثه. حلو، يبقى نقسم على الثلاثه فيها 9. 9 على الثلاثه فيها 3. طيب 3 على 3 فيها الواحد. كده احنا خلصنا. هنلاقي قدامنا في الأعوام الأولية اللي قدامنا اللي هي ديت، هنلاقي 3 أعداد متكررين اهم و3 أعداد متكررين اهم. التلات عوامل المتكررين دول هناخد منهم واحد بس، هناخد منهم عامل واحد بس بره الجذر. يبقى كل 3 بيتكرروا ناخد منهم واحد بره الجذر، تمام؟ فهنلاقي التلات عوامل دول هناخد منهم الاتنين. طيب التلات عوامل اللي تحت دول هناخد منهم التلاتة. العددين دول نضربهم في بعض، 2 في 3 يدينا كام؟ 6. يبقى الجذر التكعيبي لل 216 هيساوي 6. برافو عليك. طيب ناخد مثال تاني، الجذر التكعيبي لسالب 8 على 125. بنفس الطريقة هناخد السالب 8 نعملها لوحدها، وهناخد ال 125 نعملها لوحدها. طبعا السالب خلاص معروف ان الاجابه هتطلع سالب، فهنبدا نحلل ال 8. ال 8 تتقسم على كام؟ على ال 2، تمام، فيها 4. ال 4 على 2 فيها ال 2، على ال 2 فيها الواحد. يبقى كده ادي الثلاث عوامل اهم متكررين، هناخد منهم واحده بس بره الجذر. يبقى الجذر التكعيبي لل 8 هيطلع ب 2. طب السالب 8 يبقى سالب 2، تمام، حلو قوي. ناخد بقى ال 125. ال 125 هنقسمها على 5، فيها 25. 25 تقبل على 5 فيها الخمسة. الخمسة تقبل على الخمسة أو على نفسها فهتساوي 1. كده احنا خلصنا. هناخد التلات عوامل دول هناخد منهم واحدة برضو، ويبقى الإجابة كده بتساوي إيه؟ برافو عليكم، سالب 2 على الخمسة. سالب 2 على الخمسة، تمام، شطار.
هنتكلم دلوقتي على نوع تاني من المسائل، يجي يقول لك اوجد مجموعة حل كل من المعادلات الاتية. عايزين نحل المعادلة اللي قدامنا ديت، 40 س أس 3 ناقص 1 بتساوي سالب 136. طبعا مسألة معادلة سهلة جدا، أنا عارف إن ناس كتير بتعرف تحلها. أول حاجة إحنا هنبدأ نتخلص من السالب 1 ده أو الناقص 1، هنوديه الناحية التانية بعكس إشارته، تمام، عشان نخلي الس لوحدها خالص. فهتبقى 40 س أس 3 بتساوي سالب 136 زائد 1، تطلع برافو سالب 135. طيب حلو قوي. طيب لازم نتخلص من ايه؟ من ال 40. تمام، عندنا مشكله، ال 40 والسين بينهم علامه ضرب، نعكس العلامه تبقى علامه قسمه. يبقى احنا عشان نتخلص من ال 40 لازم نقسم على ال 40، فهنقسم على ال 40 في الطرفين، هيطلع سالب 135 على ال 40 بتساوي كام؟ سالب 27 على 8. برافو عليكم. يبقى سينوس 3 بسالب 27 على 8. طب انا عايز اتخلص من ايه دلوقتي؟ ايوه الاس. برافو. طب هو الاس 3 عكسه ايه؟ العمليه العكسيه بتاعته ايه؟ الجذر التكعيبي. تمام، يبقى احنا هنعمل جذر تكعيبي للطرفين، الطرف الاول هيطلع س، الطرف الثاني هيبقى سالب 3 على 2 اللي هي هتبقى سالب 3 على 2 موجوده في نون او بتنتمي النون، يبقى مجموعه الحل بتاعتي هي سالب 3 على 2 جوه قوس المجموعه. تمام؟ تمام. طيب هنكمل برضو معانا دلوقتي مسألة تانية، 5 س ناقص 3 الكل أس 3 ناقص 2 بتساوي 6. تمام، احنا دلوقتي عايزين نحل المعادلة، برضو نحل المعادلة يعني نجيب قيمة الس. طيب أول حاجة هنتخلص منها مين؟ برافو السالب 2 ديت او الناقص 2، هنوديها الناحيه الثانيه هتروح بايه؟ بالموجب. تمام، فتبقى 5 س، 5 س ناقص 3 كل اس 3 بتساوي كام؟ 6 زائد 2 8. برافو عليك. طيب الخطوه الثانيه، لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان الكوس ده عليه اس كام؟ 3، فانا مش هقدر اعمل اي حاجه في الكوس ده قبل ما اتخلص من الاس ده، فلازم اتخلص من الاس. طب الاس 3 العمليه العكسيه بتاعته مين؟ الجذر التكعيبي. برافو، يبقى هنعمل جذر تكعيبي للطرفين، فهتبقى 5 س ناقص 3 بتساوي الجذر التكعيبي لل 8. الجذر التكعيبي لل 8 بتطلع بكام؟ ب 2. تمام، يبقى 5 س ناقص 3 بتساوي 2، ودي ال 3 بقى الناحيه الثانيه هتروح بالموجب، تبقى 5 س بتساوي 5، نقسم على 5 في الطرفين فتبقى س بتساوي 1، ويبقى مجموعه الحل هي س، هي المجموعة 1. تمام؟ تمام. مع نوع كمان، نوع كمان بيقول لي اوجد قيمة س. هو اوجد قيمة س شبه المعادلات بالظبط، هي هي يعني. اوجد قيمة س، لو احنا عندنا الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي للس بتساوي 5، عايزين نعرف س بكام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا هنا جذر تكعيبي، واحنا اتفقنا من شويه ان العمليه العكسيه للجذر التكعيبي هيبقى الاس 3. برافو عليكم، الاس 3. طيب يبقى احنا دلوقتي عشان نحل المساله دي لازم نعمل اس 3 على الطرفين، هنا وهنا. طب الاس 3 هنا هيعمل ايه؟ هيشيل الجذر فتبقى س. طب الاس 3 هنا هتبقى 125، يبقى الس بكام؟ 125. تمام. طيب رقم 2، الجذر التكعيبي للسين بتساوي سالب الجذر التربيعي للأربعة. ما هي يا مستر دي شبه دي، هي هي. ايوه برافو عليك، هي هي فعلا. احنا هنحسب الاول جذر الأربعة ده بكام ونعمل نفس اللي قلناه. فالاول هتبقى الجذر التكعيبي للسين بتساوي سالب 2، بعد كده عشان اتخلص من الجذر اعمل ايه؟ هعمل اس 3، يبقى سالب 2 اس 3 السين بتساوي سالب 2 اس 3 اللي هي تطلع بسالب 8. تمام؟ تمام. رقم 3، لو احنا عندنا 1 على 5 س أس 3 بتساوي سالب 200. نفس الطريقة، أنا أول حاجة طبعًا لازم أتخلص من مين؟ من الواحد على 5. طب أتخلص من الواحد على 5 إزاي؟ هنضرب في معكوس الضربي. معكوس الضربي كام؟ اللي هو 5 على 1. برافو.
يبقى انا هضرب في 5 على 1 في الطرفين، تمام؟ لما اضرب هنا في 5 على 1 ده هتتشال وهيتبقى لي سينوس تيتا، لما اضرب ديت في 5 على 1 يعني كاني بضرب في 5 على طول، فتطلع بسالب 1000. يبقى سينوس 3 بتساوي سالب 1000. طب انا عايز اتخلص من الاس 3، اتخلص منها ازاي؟ بالجذر التكعيبي. برافو، الجذر التكعيبي للسالب 1000 يطلع بسالب 10، يبقى السين بتساوي سالب